السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بصحة وعافية. بوريكم ازاي بنعمل بيتزا بسيطة بعجينة بسيطة، بتطلع طعمها لذيذ وكمان خفيفة ومش بتاخد معاكي وقت. نشوف المكونات مع بعض. عندي كوبايتين دقيق منخولين طبعا مرة او مرتين، عندي 3 معالق زيت، عندي معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة خميرة، معلقتين كبار حليب بودرة. يلا نبدأ، يلا مع بعض نبدأ الطريقة. بنضيف كل المكونات مع بعض وهبدأ أقلبهم مع بعض. بعد ما قلبتهم كويس هحط معاهم الملح وهضيف المية بالتدريج. بسم الله. المية على حسب ما ياخد معاك الدقيق، عشان الدقيق بيختلف من مكان لمكان، فعلى حسب ما بياخد المية معاك. عجنتها بالشكل ده كده، اخر شيء بحطه الزيت وهعجنها كويس جدا كده. خلاص العجينة معايا، عجنتها كويس جدا. تعجنيها لمدة 7 دقايق 10 دقايق، كل ما بتعجنيها اكتر بتكون افضل طبعا، تطلع نتيجتها احلى وتطلع هشة وخفيفة. بحط نقطة زيت هنا بحطها كده وبغطيها بالاسترتش رول وعليها فوطة، وبدخلها لإما فرن دافي لإما احطيها في اي مكان دافي عندك لمدة تقريبا يعني بتاخد نص ساعة. لو الجو بارد عندك طبعا ممكن هتاخد ساعة معاكي، بس ما اعتقدش ان هي تاخد ساعة، يعني انا بسيبها نص ساعة وبعد التخمير برجع لكم. يلا بينا نعمل صوص البيتزا اللي احنا هنحطه على العجينة لما تختمر ان شاء الله. كده عندي صوص البيتزا عبارة عن 1 كوباية طماطم، عصير طماطم، وعليها بصلة، وعليها 2 معلقة زيت، وهحط كمان ملح زي معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة بس ملح، وهحط فلفل اسود، وبحط كله ده على النار يتسبك شوية مع بعض. خلاص بروح ضرباه في الخلاط او بالهاند بلندر وبحطه على البيتزا، بروح اوديه على النار. كده صوص البيتزا جهز معايا. انا نسيت اقول لكم ان انا بحط فيه كمان فلفل رومي، ممكن تحبي لو تحبي فلفل حار حطي. وكمان جهزت معايا العجينة، اختمرت بالشكل ده كده، شايفين شكلها؟ يلا مع بعض نبدأ نعملها مع بعض. وأبدأ أنزلها هنا، أنزلها بالشكل ده كده وأعملها كده وكده. بعد ما فردت العجينة هبدأ أحط الصوص بتاع البيتزا، هبدأ أوزع عليها الصوص. هبدأ احط رشة اورجانو، بتدي لها طعم حلو جدا، بيدي لها طعم حلو وريحة كمان حلوة للبيتزا. ببدأ اخرم كده بالشوكة او باي شيء عندك بتخرمي بيه البيتزا عشان ما تنفش معايا قوي وتبقى زي الكيك. انا عايزاها بيتزا مش عايزاها كيك. دلوقتي انا عايزة احشي الاطراف بالجبنة، انا هحط الجبنة بالشكل ده كده، انا هحشي الاطراف بس دي كده. انا عملتها على كل الاطراف ده، همسك من هنا وهاتني كده لجوه كده بالشكل ده كده. هبدأ كمان بالشوكة اضغط عليها من هنا عشان ما تتفككش معايا لما تختمر. هبدأ انزل عليها الزيتون، ببدأ احط عليها الجبنة. تابعوا معايا الطريقة وهتشوفوا. هنقلها على الصينية دلوقتي، هاتهن صينية بالزيت زي كده، اي صينية عندك او صينية البيتزا، وبحطها فيها كده. بعد ما نقلتها في الصينية هبدأ بمقص الاكل اللي انا بعمل بيه، هبدأ اعمل لها زي هنا كده، ايه زي شكلي كده. بعد ما خلصتها هاتهن اطرافها بس بالصوص البيتزا اللي انا عملته كده. خلاص انا بحطها في الفرن، بوريكم ان شاء الله. كده انا حطيتها في الفرن، بسيبها وبشوفها بعد تقريبا ربع ساعة، ما بتاخدش الا ربع ساعة، على درجة حرارة 200 او ممكن تخليها 170 لو فرنك يكون حار. بحطها بعد ما تخرج من الفرن ان شاء الله بوريكم. كده البيتزا طلعت معايا من الفرن
بحطها في طبق التقديم وبنقطعها. بسم الله، شايفين كمان السوا بتاعها، السوا بيكون حلو جدا وخفيفة، بتكون هشة، مش عايزاها زي ما قلت لكم ما بحبهاش ان هي تكون عالية زي الكيك، بيكون كده السمك المناسب ليها. تعملوها، اتمنى ان هي تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.